السلام عليكم سيداتي الكريمات، السادة الكرام، الإخوة والأخوات، أرجو أن تكونوا بصحة وعافية وبخير وفي أحسن حال. مرحبا بكم مجددا في قناتكم عروض واختيارات، وأهلا بكم من جديد ومع جديد عروض وتخفيضات بيم التي ستكون بجميع محلات بيم بالمغرب ابتداء من 2 أكتوبر 2020. عروض في الأثاث والأكسسوارات المنزلية لتجميل منزلكم. في انتظار الإدلاء بآرائكم واستفساراتكم وتساؤلاتكم حول هذه العروض، نترككم لمشاهدتها ونرجو أن تنال إعجابكم. خزانة بأربع رفوف مصنوعة من الخشب بعرض 40 سنتيمتر وطول 80 سنتيمتر وارتفاع 86 سنتيمتر. زربية خاصة بالصالون، الطول 2 متر والعرض 2 متر 30 سنتيمتر مختلفة الأشكال. نتمنى أن تشاركوا في القناة وتشاركونا تعليقاتكم واستفساراتكم وتساؤلاتكم وإجاباتكم. طاولة منخفضة مصنوعة من الرخام بأرجل معدنية بلون الذهب، الأبعاد متر على 60 سنتيمتر والعلو 40 سنتيمتر. مجموعة 2 طاولات منخفضة الشكل كذلك نفس مواصفات من حيث الصنع مثل الطاولة الأولى التي تم الحديث عنها، مصنوعة من الرخام بلونين وأرجل معدنية بلون الذهب. الطاولة الأولى بمساحة 34 سنتيمتر والعلو 48 سنتيمتر، والطاولة الثانية 34 سنتيمتر والعلو 44 سنتيمتر، أي فرق 4 سنتيمترات. زربية أخرى خاصة بالصالون، الطول 2 متر و 30 سنتيمتر والعرض متر و 60 سنتيمتر مختلفة الأشكال. مقعد من الجلد الصناعي 81 سنتيمتر على 41 سنتيمتر على 9 سنتيمتر، وعلو المقعد مع الأرجل 45 سنتيمتر. طاولة للديكور الأبعاد بالسنتيمتر 32.5 على 67.5 على 66.5 سنتيمتر. مفك كهربائي قابل للشحن USB معه 6 أكسسوارات. رف حائطي مصنوع من الفولاذ المقاوم للصدأ به 2 من الرفوف.
رف حائطي آخر بأربعة رفوف. الأبعاد بالسنتيمتر هي 35 على 10 على 50 سنتيمتر. لوحة للتزيين بإطار مذهب، الأبعاد بسنتيمتر 40 على 30 على 2.5 سنتيمتر، وستتوفر بنوعين من الموديلات. أرجو من المتابعات الكريمات والمتابعين الكرام الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس للتوصل بكل جديد ومشاركة الفيديو مع أقاربكم ومعارفكم والإعجاب وإضافة تعليق. هدفنا إيصال المعلومة للجميع. شكرا لكم. كل الشكر والتقدير على تعليقاتكم واستفساراتكم وإجاباتكم التي تساهم في الإفادة والاستفادة. أرجو أن أكون قد وفقت وأن أكون عند حسن ظنكم في تقديم العرض. وشكرا على المشاهدة. للتوصل بكل جديد لا تبخلوا علينا بالاشتراك وتفعيل الجرس وجيم للفيديو وإضافة تعليق. دعمكم استمرار لنا. دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء في فيديو جديد إن شاء الله.